البعض يقولون سيد غزوان يطلع مهرجان يشيل يوم مسدس. اي صحيح. صحيح. كل الناس يشيل مسدسات. بس غزوان مشال مسدس ما يصير. يعني ترى كل الناس. قلت لي مجوز. كل الناس الله وكيلك يعني كبار الشعراء. واسماء واذا تريد اعدد لك اسماء والناس حتى خدمه الحسين والديتهم عندهم ناس يشيلون المسدسات لان اكو فتره من فترات صار بها تهديد بالقتل واضطريت اشيل وياي سلاح بس هسه ما اشيل وياي سلاح لان الوضعيه ذيك راحت وانتهت. جاك تهديد؟ اي تهديد. انا هسه جاني تهديد اكثر من مره يعني. انا جاني تهديد يقولون اكو فاصل. اي الفاصل اكثر من القتل. اعزائي المشاهدين فاصل.